إن لله وإنا إليه راجعون. في شأن آخر، أوقفت مصالح أمن دائرة البوني بولاية عنابة أوقف شخص على إثر معلومات تفيد بوجود مشتبه فيهما في قضية حيازة شمة مقلدة داخل سيارة، حيث تم توقيف صاحبها لتسفر التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح عن كشف مخزن خاص للتخزين لغرض بيع مادة الشمة المقلدة وممارسة نشاط تجاري بدون رخصة وحجز 21 قنطارا من الشمة المقلدة. التغطية لزميل عبد الناصر قلال. تم توقيف سيارة من نوع سيمبول رمادية اللون على متنها كمية معتبرة من مختلف أنواع الشمة المقلدة، منها نرجس بن هارون جوستو، وكذلك الشمة اللي هي معروفة سنتية. على إثر ذلك تم توقيف صاحب السيارة، تحويله للمصلحة وحجز المادة. استمرار للتحريات، تم تحديد مرآة بوسط مدينة البوني به كمية معتبرة من هذه المادة. بعد التنسيق مع الجهات القضائية، أين تم الحصول على إذن التفتيش ليتم تفتيش المخزن، أين تم ضبط ما يقارب 67900 كيس من الشمة المقلدة.